بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على ثالث محاضرة لينا في مادة الباثولوجي اللي بنتكلم فيها على الهيستوباثولوجي تكنيكس used in the laboratory pathology. المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الأول خطوة في خطوات التشو بروسيسنج وهي الفيكسيشن، واتكلمنا باستفاضة على الفيكسيشن، أنواع الفيكس اللي بنستخدمها، عرفنا ايه تركيبه الفورمالين، ايه الادفانتج بتاعته، عرفنا ازاي بنسامبل العينات الكبيره او اللي احنا بنسميها الكروس باثولوجي، والخطوات اللي احنا بنستخدمها عشان نوصل لجود فيكسد تيشو، وعرفنا في الاخر العينات العظميه او اللي هي البون سبيسمن بنتعامل معاها ازاي. النهارده هنكمل بقيه البيزكس بتاعت السبيسمن هاندلنج او اللي هو البروسيسنج. خلونا نفتكر بسرعه كده ايه هي البرنسبل اللي احنا كنا قلناها المحاضره اللي فاتت على التيشو بروسيسنج. التيشو بروسيسنج اتفقنا ان احنا عايزين نعمل التيشو تمثال شمع عشان نقدر يبقى هارد انف بحيث ان نقدر نقطعه شرايح رفيعه جدا، نقدر بعد كده نحطها تحت الميكروسكوب ونفحصها. الخطوه دي نقدر نعملها عن طريق كذا ستيب، بدايه بالفيكسيشن، زائد بعد كده بقى نبتدي نريموف الميه او الخطوه اللي بنسميها دي هايدريشن، تو ريموف ذا ووتر فروم the tissue and replace it by the wax أو the solid medium اللي احنا بنستخدمه. خلينا كده ايه يعني نراجع مع بعض كده حاجة physics أو chemical physiochemical. يعني فاكرين طبعا ان حاجة في عبادي خدناها ان المية مع الزيت they cannot be mixed. ما ينفعش اخلط الميه مع الاويل ويتعمل لي ميكس كويس، دايما هيفصله. ودي الفكره بتاعت الفيكسيشن، ازاي دلوقتي تشو جواه ميه وانا عايز ادخل مكان الميه واكس، الواكس ده اللي هو اويل يعني حاجه ماده زيتيه زي الاويل كده. لو انا رحت حاطط التشو جوه الاويل على طول او جوه الشمع على طول هيفصل، الشمع هيبعد عن الميه، عمرهم ما هي ميكس توجذر. فبالتالي انا بلجأ لخطوات معينه، الخطوات دي هي اللي بتخلي لي او بتساعدني اعمل احلال للميه اللي جوه التيشو بالبارفين او بالواكس. يعني اول ستيب خالص ان انا بستخدم الكحول. الكحول ده سهل ان هو يدوب في الميه، فبالتالي I use it to replace the water from the cells. يبقى انا بشيل الميه بالكحول. طيب هل ينفع بعد كده احطها على طول في البرفن؟ لا، بستخدم وسيط اخر، وسيط له القابليه ان هو يديزولف الكحول وفي نفس الوقت كان ديزولف ذا بارافين از ويل او اللي هو الواكس. يعني انا طبعا هستخدم البارافين مكان الواكس لان هو ده ذا كومن تايب اوف واكس انا بستخدمه في التشو بروسيسنج عندنا، تمام؟ ف الخطوه الوسيطه دي انا بستخدم الزايلين. الزايلين ده organic solvent يعني مذيب عضوي زي البنزين والحاجات كده، يعني ليه علاقه بالايه بالمذيبات العضويه. وهو اقوى من الكحول في انه يدوب البارافين، وبالتالي اقدر ادخل البارافين مكانه. سوري. يبقى المادة الوسيطة اللي بستخدمها هي الزايلين أو اللي احنا بنسميها clearing agent عشان to dissolve الكحول،
وفي نفس الوقت بعد ما احط بعد كده البارافين، البارافين يتسبليس الزيلين وتبقى ريدي فور امبيدنج. طيب اول خطوه اللي احنا بنسميها الديهايدريشن. الديهايدريشن in this process after fixation the tissue is dehydrated through a series of ascending graded ethanol. مهم جدا ascending graded ethanol. ascending يعني تصاعدي، graded يعني تدريج او grades of ethanol اللي هو الكحول. في الكحول ده او الـ ascending grades of ethanol دي should be done gradually to avoid shrinkage and hardening of the tissue. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان اي خطوه انا بعملها لازم اعملها gradual، عشان وانا بسحب الميه من التشو بحل محلها الكحول، وفي نفس الوقت انا مش عايز يحصل اي shrinkage وانا بسحب الميه، ما اسحبهاش بسرعه مره واحده فبالتالي او بقوه فبالتالي التشو يحصل له ايه شرينكج. انا مش عايز يحصل شرينكج للتشو، انا عايز احافظ على شكله زي ما هو. تمام. طيب بالنسبه للزيلين، احنا قلنا الزيلين ده اللي احنا بنسميه كليرنج ايجنت، وبنسميه كليرنج ايجنت لان هو بيزود الريفراكتيف اندكس بتاعت التشو. فاكرين اما قلنا ان الفورمالين بيعمل بيزود الاوبتيكال دنسيتي بتاعت التشو، الكليرنج ايجنت نفس الكلام، بتعمل حاجه اسمها برضو بتشفيف او بتخلي التشو مور كلير. المهم هنا في الخطوه دي ان هو بيفاسيليتيت ذا بارافين انفلتريشن، بيسهل عمليه البارافين انفلتريشن جوه التشو. طبعا هو بيدوب في الكحول وفي نفس الوقت بيدوب الايه البرف. طبعا البروتوتايب بتاعنا هو الزيلين. طيب the dehydration process can be done following these steps, the following steps. First using a gentle agitation under vacuum. Why we use a gentle agitation? Gentle agitation means gentle shaking. Usually when we shake the specimen within a solution, it facilitates the penetration of the solution inside the tissue. So it helps the solution to penetrate the tissue. And under vacuum, also the vacuum help the pressure of the vacuum help the solution to get inside the tissue. So we start with the 70% ethanol alcohol, then we move to the second grade, higher grade, 95% ethanol, then 95% ethanol again one time, and then we go for a higher concentration of ethanol, which is absolute. Absolute means 100% or totally concentrated. And we can also have another step of absolute ethanol. And finally, we put the specimen into xylene, the clearing agent. And here I have put these steps like three times of ethanol, then three steps stations of absolute ethanol. So it's like a six steps of ethanol and then two steps of xylene. And I put here like the timing of each step, but you have to consider something very important, that the processing protocol can vary according to the type of the samples.
So small samples placed on an overnight protocol will become over dehydrated, making sectioning difficult, and the tissue will often show excessive cracking. هتنشف وهيتسحب منها الماء جامد وبالتالي التشو هيبقى فيه cracking أو يتكسر. The large samples placed on a shorter protocol will be under dehydrated and will be unlikely to be sectioned. فبالتالي البروتوكول اللي انا حطه ده واحد من البروتوكول الستاندرد يوجوالي في العينات بتاعت الباثولوجي الكبيره، ولكن هذا التايمينج وهذه الستيشنز could be varied، ممكن نغيرها accordingly السبيسمن عندنا. واليوجوالي في المعامل يعني بيبقى فيه جدول، الجدول ده فيه انواع التيشوز المختلفه، وكل تيشو ليه جنبيه تايمينج معين في بالذات في الحته بتاعه الديهايدريشن ده، يعني يقعد قد ايه في الكحولات ويقعد كام مرحله في الكحولات. بس المتفق عليهم كله هو حاجه واحده، ان كل التيشو هتمر في ascending grades of ethanol. فبالتالي الكي بوينت عندنا في الديهايدريشن هو ascending grades of ethanol، لازم يبقى فيه كحولات تصاعديه. يعني بدل ما يبقى ثلاث مرات على كل مره التايمينج ممكن بدل ساعه يبقى نص ساعه لو العينات صغيره او العينات سوفت اخاف ان هي تنشف. فبالتالي في جدول معين، طبعا الجدول ده بيبقى بيان اور سكوب يعني تو ديسكاس ناو، ولكن تبقى انت عارف ان البروتوكول اللي محطوط ده لا ممكن يتغير، او ممكن يبقى فيه تشينج في التايمينج والقصه دي، ولكن تبقى انت فاهم الرول بتاعك ايه. لازم يبقى الايثانول اسيندنج جريدز ويتعمل جراديوالي عشان نو افويد الايه الشرينكج بتاع التشو. في بقى مصطلح هنا مهم جدا بنسميه كاري اوفر. لو واخدين بالكم ان في الديهايدريشن هنا احنا استخدمنا 95% ايثانول، والستيشن اللي بعدها 95% ايثانول. طب ليه؟ ده كفايه واحده. ونفس الكلام في الابسوليوت الكحول، استخدمنا واحده والثانيه، وكمان ساعات ناس تستخدم الثالثه. او طب ليه انا بستخدم السولوشن الواحد كذا مره؟ لان في مصطلح حاجه اسمها كاري اوفر. واتس ا كاري اوفر؟ كاري اوفر اتس ا كونتامينيشن ان ذا ديهايدريشن سولوشن سيستم باي ا فورمر سولوشن ريمننتس انتو ذا نيكست ستيب سولوشن. This may change the concentration of the alcohol in the next station. This occurs usually by moving less concentrated alcohol into the more concentrated one, thus lowering its total concentration. يعني إيه؟ يعني أنا بشيل التشو من 70% بحطها في 95%. التشو بيبقى فيها remnant من 70%. فبتاخد الريمننت دي واروح حاططها جوه ال 95%، فالتوتال كونسنتريشن بتاع ال 95% بيقل، لان انا بحط عليه شويه من الكونسنتريشن القليل، فينزل مثلا ل 85%. فعشان كده بحط شويه، طبعا ما بيش للدرجه 85%، بس بينزل سنه 90% مثلا. فبالتالي بروح واخد ستيب ثانيه او ستيشن ثانيه بنفس الكونسنتريشن، بحيث ان اطلعها من الكحول اللي هو 95% الاولاني للكحول ال 95% في الثاني، بحيث ان اضمن ان التشو حصل له الجراديوال ريموفال اوف ووتر من التشو، و يعني ما حصلش فيه اي صدمه او شوك للتشو خالص. في نفس الوقت انا حافظت ان على الكونسنتريشن بتاع المحاليل دي. طيب
هل ده مثلا بيحصل so frequently؟ هو بيحصل طبعا، ولكن بياخد وقت. يعني الكحولات مش يعني برضو لان في نسبة evaporation في الهواء، فبالتالي مش هتحصل القصة دي، مش هتحصل من مرة او مرتين او ثلاثة، لا بتاخد وقت لحد ما فعلا الكونسنتريشن يحصل فيه ماركت تشينج. ولو الكونسنتريشن حصل فيه ماركت تشينج، يعني الكحولات نسبتها ما بقتش مظبوطة، العينة في الاخر مش هيحصل لها ديهايدريشن كويس. يعني الابسوليوت الكحول مثلا، الابسوليوت الكحول ده دايما بيشفط بخار المايه اللي في الهواء، فالكونسنتريشن بتاعه دايما يقل. طب لو انا تخيلنا كده ان الكونسنتريشنز دي ما بقتش مظبوطه، ال70 بقى 50 وال95 بقى 80 وال100% بقى 85 مثلا او 90، هل كده يبقى انا complete dehydration of the tissue، حصل complete dehydration للتيشو؟ لا طبعا، استنى فيه شويه ميه جوه التيشو. الميه اللي استنت في التيشو دي لو دخلت على الزيلين يحصل ايه؟ الزيلين ده قلنا مذيب عضبي، هل الميه والبنزين يقدروا يميكس توجذر؟ نيفر، ما يقدروش. فبالتالي البروسيسنج بتاع التيشو هيبوظ كده، يبقى العينه بنسميها حتى بالمصطلح العربي هتبقى نيه، لان ما حصلش فيها دي هايدريشن كويس، فبالتالي تقطيعها هيبقى مشكله، لان مش هتنشف، مش هتبقى واخده نفس الكونسيستنسي بتاع البارافين، هتبقى اطرى منه، فبالتالي هتعمل مشكله. ده السبب ان احنا بنعمل الكذا ستيشن بنفس الكحول، علشان نضمن ان اول كحول ده لو حصل فيه كونتامينيشن تاني كحول هيبقى كويس، اول كحول ده حصل فيه كونتامينيشن تاني كحول ده هيبقى كويس، وهكذا. في كمان اوبشن تاني عندنا، ان احنا بنحط في القاع بتاع الكحول كوبر سلفيت. كوبر سلفيت ده باودر can be placed at the bottom of dehydrating container في الكحولات because it removes the water from the alcohol. يعني هو بيشيل الwater from الالكحول which has been diluted due to the absorption from the tissue. يعني المية اللي هي زيادة دخلت على الكحول هتتسحب او هيحصل لها absorption من الكوبر سلفيت ده. وانا هعرف ازاي ان الكحول ده خلاص بقى باظ وعايز يتغير؟ لو لقيت ال color of the copper sulfate changed from the white to blue, sky blue. يبقى انا هحط ال white powder of copper sulfate في القاع بتاع الكحول، وهو it doesn't mix with the alcohol، فهيفضل powder زي ما هو كده. و اول بقى ما يبتدي يسحب الميه الزياده اللي موجوده في الكحول لحد ما كله يبقى ساتوريتد بالميه ويتحول لونه للازرق، ساعتها اعرف ان الكحول بتاعي ده خلاص كده لازم يتغير لانه باظ. تمام. النكست ستيب في التيشو بروسيسنج هي البارافين انفلتريشن. It's the complete removal of the clearing reagents اللي هو الزيلين by substitution with the wax medium اللي هو البارافين. The most commonly used wax for infiltration in histopathology is the paraffin wax. And the commercial name is Paraplast. The paraffin wax actually have many types of the paraffin. We used a purified type of paraffin. Paraffin نوع نظيف شوية، هو ده اللي بنستخدمه في التيشوز، لأن البارافين ليه أنواع كتير، فإحنا بنستخدم highly purified type of paraffin. الفرق بينهم إن في الميلتنج بوينت درجة انصهار، هو ده الفرق بينهم، فدرجة انصهار البارافين
اللي احنا بنستخدمه في الهيستوباثولوجي والمتعرف كومن اللي بنقول عليه بارابلاست. الميلتينج بوينت بتاعته هو بيبقى سوليد في الروم تمبريتشر with a melting point of 56 degree to 58 degree. To remember it, عشان نفتكرها كويس قوي, 60 إلا درجتين. 60 إلا درجتين. عند الميلتينج بوينت دي بيتحول لإيه؟ لفيسكس, سائل قوامه غليظ شوية. شمع يعني. شمع سائل. Why we use this type of paraffin? Because it has a several plastic polymer with the paraffin itself, so it has a greater elasticity than the normal paraffin wax. And during cutting section, it ripens well. هنعرف يعني إيه ripens well. يعني بيبقى سهل فيه كمان عملية التقطيع. وكمان ما بيخليش السكاشن تكرش. هنعرف القصة دي في السكشن later on. So the paraffin infiltration can be done through these two steps. First and second station, two stations of paraffin at 60 degree centigrade for 1 hour. So the when we place the tissue for infiltration with paraffin and the paraffin wax, we increase 2 degrees above the melting point. We increase the temperature of the paraffin 2 degrees above the melting point. This will decrease the viscosity of the paraffin and facilitate the process of infiltration. Also, as we said before, the gentle agitation under vacuum also is highly desirable as it fastens and hastens the process. Take care. The timing of the paraffin infiltration varies also according to the type of tissue. Remember this. For example, the bone, skin, and CNS, they need twice as long as the liver or kidney. The tissue, like muscle and fibrous tissue, tends to overharden if they left long in the wax. So leaving the tissue for extended time and the paraffin will result in hard and brittle tissue. This is a diagram summary for the tissue processing steps or stations. Always remember the vacuum and the agitation. It facilitates and fastens the process. The fixation and the stations of dehydration, the ethanol, and it should be ascending grades. This is the key word here, ascending grades of ethanol. Then we go to the clearing the xylene, the organic solvents, and finally the infiltration with paraffin. The automatic tissue processes, this is to get familiar with the this machine inside the lab. It's actually, it can undertake these steps from fixation to dehydration to paraffin infiltration just automatically without any human introduction or من غير أي تدخل بشري خالص, except أن أنت بتظبط just a setting the program. So what's the advantage of having an automatic tissue processing? It transfers the tissue mechanically from one reagent to another and can be done both by day and night.
مفيش بقى خلاص انت مش هتسهر حد قدامه عشان يمرر الحالات. It helps reduce the processing time by the action of continuous agitation. لان هي فاكرين اللي قلنا الاجيتيشن هو على طول بقى التيشو بروسيسور ده في هذه الخاصية بتاعت الاجيتيشن. It also eliminates the possibility of human errors. بيمتنع خالص فيها الأخطاء البشرية. زي ما انتم شايفين كده الاوتوماتيك تيشو بروسيسور ده بيتكون من بيكرز. البيكرز دي في منها متصلين بهيتر. البيكرز الخاصة بالبارافين هي المتصلة بالهيتر لأن لازم يبقوا في درجة حرارة 60 زي ما احنا اتفقنا. بيبقى البيكرز دي must have a tight covers زي ما انتم شايفين الكفرز اللي فوق دي. الغطا ده اما بينزل لتحت بيقفل ايه البيكرز دي او اللي هي الكونتينرز دي عشان يبقى ايه لازم يبقى تايت جدا. وكل والستيشن بقى في الستيشن اللي هي بتبقى فيها التيشوز بتبقى كونكتد بباسكت. الباسكت ده زي ما انتم شايفينه كده مخرم ده اللي بيتحط فيه التيشو كاسيتس البلاستيك تيشو كاسيتس. فاكرين البلاستيك تيشو كاسيتس بنملى بيها الباسكت ده وعند الوقت المعين الغطاء بتاع الماشين بيترفع فوق وينزل يعني بيشيل التيشو كاسيتس دي او الباسكت ده من وان ري ايجنت ويلف ينزل بيه في the next step او next station وهكذا يخلص الوقت بتاعه ويترجع تاني ويلف وينزل في next step وهكذا لحد ما يدور لحد ما يوصل فين للسبيشال بيكرز دول اللي هم بتوع البارافين اللي هم متوصلين بهيتر عشان يبقى ايه درجة حرارتهم مناسبة يبقى البارافين ملتد. يعني نفس القصة هنا لازم الكحولات دي او لازم الرياجنز دي انا اتابعها كويس قوي عشان اعرف امتى اغيرها. فلازم يبقى فيه سكيدول لازم يبقى فيه جدول معين معاك تبقى عارف امتى المسجل. زي ما قلنا التسجيل ده مهم جدا. الرياجنز دي اتحطت امتى استخدمت في كام تمرير ومفروض معاد تغييرها امتى وهكذا. النقطة المهمة الثانية في التيشو بروسيسنج ده ان زي ما احنا قلنا ان هو ممكن يتساب بالليل يمرر الحالات لحد تاني يوم الصبح انا اجي اخدها. المهم بقى في الموضوع ده زي ما احنا قلنا في البارافين انفلتريشن if the processor is to be run overnight or for example the weekend. حطيت الحالات يوم الخميس وجمعة اجازة وهاجي مثلا السبت او الجمعة والسبت اجازة وهاجي الحد. فلازم ابقى واخد بالي ان انا لو هو خلص الران بتاعه ووصل للهوت بارافين وانا سبت التيشو في الهوت بارافين يوم او يومين او 12 ساعة ده extended time هيحصل ايه في التيشو؟ هتتحرق يحصل لها تبقى hard to brittle. فطبعا انا مش عايز كده. ميزة بقى الماشين ده ان في بروجرام معين البروجرام ده I can set it انا اقدر اظبطه بحيث it can hold on يقف and keep the specimen in the first stage of formalin for example or in the first ethanol path اللي هو 70% for 24 hours or 48 hours. So I can delay the run by setting the program for 24 hours or 48 or whatever times I want. So the cycle finish in the following working day. فبالتالي السايكل بتاعته تخلص 8 الصبح اللي هو اول ما اجي انا المعمل اروح يكون هو خلص الران بتاعته اروح مطلع الحالات على طول منه. ما اسم الحالات ما تستناش جوه. تمام؟ It's important not to keep the tissues in hot paraffin longer than the time indicated or else they become hard and brittle. Then we
after the paraffin infiltration, the tissues are then ready for the next step, which is embedding. احنا قلنا ان احنا خلاص في البرنسبل بتاع التشو بروسيسنج احنا ريبليسد الميه وحطينا مكانها ايه بارافين. عشان بقى اصب التشو كتمثال شمع يبقى الكونسيستنسي بتاعه التشو شبه الكونسيستنسي بتاع القالب اللي احنا بنسميه بقى ده ايه الامبيدنج. امبيدنج انا بعمل امبيدنج فين؟ في بارافين برضو عشان اعمل حاجه اسمها بارافين بلوك او قوالب الشمع. مهم جدا وانا بعمل القصه بتاعت الامبيدنج دي لفظ كده معين بنسميه اورينتيشن. اورينتيشن يعني انا بوضع التيشو في مكانه الصحيح. وهنعرف القصه بتاعت الاورينتيشن دي later on بالتفصيل. So the tissue embedding is an orientation of the tissue in a firm medium or اللي هو solidified paraffin which provides support for the tissue when the sections are cut. In order to create smooth wax block, the leftover wax and the cassettes from the infiltration step first needs to be melted away by placing the entire cassette in a 60% paraffin pass for 15 minutes. يعني ايه؟ يعني انا بعد ما خلصت التشو البارافين انفلتريشن ستيب انا طلعت التشو كاسيتس بره البارافين الهوت بارافين وحطيتها في الروم تمبريتشر. It can stay for room temperature كده خلاص يعني تشو واكسد ما فيش فيه مشكله. Some of the leftover wax, الwax أو البارافين اللي لسه لازق من عليها بينشف في الروم temperature ده هيجمد. فبالتالي أما يجمد ما ينفعش أنا أخده كده وهو جامد وأروح حطه وصابب عليه القالب بتاع البارافين. الconsistency زي ما قلنا إحنا محتاجين الconsistency تبقى واحدة. البلوك بتاع الكيشو مع البارافين يبقى كله مية واحدة. مش عايز يبقى فيه شوية يمدوا وبعدين شوية ينشفوا لا أنا عايزه كله consistency واحدة. فبالتالي قبل ما أجي أعمل الامبيدنج ده باخد التشو كاسيتس اللي هي كانت طلعت من الانفلتريشن ستيب وبحطها في باس في حوض أو حمام بارافين سخن اللي احنا قلنا 60 ديجري سنتيجريد يعني ازيد من الميلتنج بوينت بدرجتين 15 دقيقه 15 مينتس عشان اضمن ان كل البارافين اللي حوالين التشو ساح وبالتالي بقى كل ايه التشو والبارافين ميه واحده. تمام. في important rules مهمة جدا جدا في عملية الامبيدنج. عملية الامبيدنج بالعربي احنا بنسميها عملية الصب، صب القالب يعني. تمام. ايه بقى الرولز المهمة دي؟ اول رول never open two cassettes or two tissue cassettes at the same time. لما تيجي تبتدي عملية الصب لازم تاخد كاسيت كاسيت تيشو كاسيتس واحدة يعني كاسيتة كاسيتة ما تاخدش اتنين مع بعض وتفتحهم لأن ممكن يحصل confusion تتلخبط وتميكس السبيسمن مع بعض. يبقى في لو واخدين بالكو during كده من أول ما استلمت العينة لحد التقطيع لحد البروسيسنج كل ده في مواضع خطيرة جدا ممكن يحصل فيها confusion and mixing of specimen. والنقط دي انا ببروزها ليه؟ لان هي خطيره وبتأفكت العيان واسرته وبقول انت بترتكب جريمه شنعاء لو لخبطت عينتين مع بعض دي جريمه يعني فظيعه. فعشان كده انا بقول لك مهم جدا الخطوات اللي بيحصل فيها confusion او ممكن possible mixing of specimen together لازم تاخد بالك كويس جدا to avoid
and pay very careful attention. تاني حاجة, you have to choose a mold, mold يعني قالب, that best corresponds to the size of the tissue. يعني التيشو اللي عندي ممكن يبقى فتافيت صغيرة وممكن يبقى تيشو كبير, whatever التيشو يعني السايز بتاعه عامل ايه. اهم حاجة ان المولد او القالب يبقى مناسب لحجم التيشو. انواع المولدز اللي عندنا في يا اما اللي هي الميتال مولدز اللي هي زي كده ميتال, وممكن تبقى بلاستيك, وكمان عندنا حاجة اسمها حرف L, دي بتبقى ميتال شيبد L شيبد كده بيسز. وطبعا دي هنا بقدر ايه اتحكم في السايز بتاع ال L شيب بلوكس دي على حسب طبعا ايه لو قربتهم من بعض او بعدتهم عن بعض او كده, وبصب ايه البارافين بتوين ال 2 L شيب دول. فهي هي نفس ايه الفكرة. تعالوا بقى نتعرف بسرعة كده على جهاز الصب او اللي هو الامبيدنج ماشين ده شكله عامل ازاي. الامبيدنج ماشين بيبقى فيه طبعا الكنترول بورد دي اللي هي بتخليني اقدر اتحكم في درجة الحرارة بتاعة الخزان بتاع البارافين وشغله كده. الامبيدنج ماشين في الجزء العلوي ده اللي هو البارافين ريزرفوار او الخزان اللي بحط فيه البارافين, والكنترول بورد دي اللي بشغلها على درجة حرارة 60 بحيث ان هي تسيح البارافين او تملت البارافين inside the reservoir. And here we have these two basins او baths. دي بيبقى مكان بيتفتح كده ويتحط فيه وبيبقى جواه بارافين, ميلتد بارافين. الميلتد بارافين ده اللي انا بحط فيه الايه التيشو كاسيتس بعد الانفلتريشن. فاكرين احنا قلنا بعد الانفلتريشن بحطها 15 دقيقه كده في الايه في البارافين بيسن دي او الباس دي عشان اي ليفت اوفر بارافين يسيح. فدي بتبقى زي احواض كده هنا وهنا بحط فيها التيشو كاسيتس لحد ايه تستنى لحد ايه ما بصبها, وباخد واحد واحد من البيسنز دي وايه وببتدي اشتغل عليها. طبعا بعد ما بطلع التيشو كاسيتس من هنا بحطه على الايه البليتس اللي هي المعدن دي. الميتال بليتس دي بتبقى ورم بليتس درجة حرارتها 60 بحيث ان هي ايه مش بعد ما طلعها من الباس هنا البارافين باس يروح ناشف مني, لا يفضل برضو ايه محتفظة بدرجة حرارتها السخنة. وبعدين ده هنا البارافين ديسبنسر او الحنفية اللي بصب منها البارافين, بدوس هنا على البليت ده يروح نزل لي البارافين الملتد من الحنفية اللي فوق دي. الاخرام اللي جنب الحنفية دي بتبقى اخرام سخنة بحط فيها الجفت اللي انا بمسك بيه التيشو كده. هنعرف الكلام ده ايه بالتفصيل. جنبينا هنا بيبقى فيه الكولينج بليت او كولينج بورد او تلاجة, دي بتبقى درجة حرارتها باردة بحيث ان انا بعد ما بصب التيشو بتاعي بحطه على الايه التلاجة دي عشان البارافين يجمد. زي ما اتفقنا ان الخطوات اللي بنعملها بنتشيك طبعا البارافين بتاعنا الميلتينج بوينت بتاعته ايه, انهي نوع من البارافين اللي انا بستخدمه. مهم جدا طبعا زي ما قلنا ان انواع البارافين تختلف, فلازم ابقى عارف البارافين ايه هو النوع اللي بستخدمه, اشغل الجهاز عشان يبقى محتفظ او يعني عشان يبقى درجه حرارته مناسبه للبارافين. كمان اختار المولز بتاعتي اختيار مناسب للسايز to match the size of the tissue. Then as we discussed before and we confirm again, you have to only open one cassette at a time. Then we start by pouring a small amount of molten paraffin into the mold base. بصب طبقة رقيقة جدا من الملتد بارافين في القعر بتاع الايه
المولد ده. Then I transfer the tissue. أهو only one cassette at a time. كاسيت واحدة بس هي اللي موجودة مفتوحة دلوقتي. And then I transfer the tissue into the mold, the mold base. يعني بفتح الكاسيت البلاستيك وبطلع التيشو واروح نقله جوه ايه اللي هي القالب او المولد ده. تمام. طبعا زي ما انتوا هنا شايفين برضو الكاسيتة دي محطوطة على الهوت بليت. الهوت بليت ده اللي هو البليت اللي احنا سخن اللي احنا شفناه في هنا, هي محطوطة هنا على الايه الورم بليتس دي عشان تفضل محتفظة بدرجة حرارتها السخنة. Then you place the desired cutting surface facing the bottom of the mold. ودي اللي احنا هنسميها الorientation وهنشرحها مرة تانية بالتفصيل. يعني وانت بتنقل transfer the tissue from the cassette to the mold, you have to keep the surface desired for cutting at the bottom أو facing the bottom of the mold. يعني أول حتة هنحتاج تتقطع هي البوتوم بتاع البلوك ده اللي احنا بنصبه. فانت عشان كده you have to place the tissue with the same orientation as it was in the cassette, زي ما هو كان محطوط في الكاسيت تطلعه وتحطه بنفس السيستم او نفس الاورينتيشن فين في المولد. And then you transfer the mold, the metal mold ده, from the hot plate to the cold plate. Remember here the cold plate, this the cold plate, and gently press the tissue till the paraffin solidify or start to solidify so it can hold the tissue in position. بعد ما حطينا التيشو with the same orientation at the bottom of the mold هننقله على الكولد بليت الصغير اللي موجود قدامنا ونبتدي نزق بالراحة gently press على التيشو لحد ما يبتدي البارافين اللي حوالين التيشو اللي هو في القعر هنا ده يمسك and hold the tissue in position. بعد ما ده يحصل برجع تاني احط الكاسات اللي هي اتفتحت دي بحطها on top of the ايه of the mold and then I press firmly. Then I go back to the dispenser here الحنفية اللي بتنزل البارفين دي and then I fill the mold, املى المولد بالكاسات دي with the paraffin. So I ensure that the paraffin cover the surface of the bottom of the plastic cassettes. يعني أنا بعد ما حطيت التيشو وابتدى يمسك نفسه كده, طبعا أنا حطيت كمية صغيرة بس في القعر, أنا عايز أعمل بقى البلوك كله, بروح أعمل إيه؟ بروح حاطط الكاسيت البلاستيك اللي هي الفاضية اللي labeled بالنمبر بتاع the same specimen. يعني انا الليبل بتاعها هي موجودة, باخد الكاسيت دي واحطها فوق المولد, فوقيها فوق المولد. And then I fill the mold, بقية القالب ده بملاه بعد كده بالبارافين بحيث ان هو يغطي السيرفيس بتاع ايه القعر بتاع اللي هي التيشو كاسيتس البلاستيك كاسيتس دي. And then I leave the paraffin to cool down for 30 minutes. بحطه على اللي هي الكولينج بليت او التلاجة دي بالمولد بقى, يعني المولد وفوقيه الكاسيت البلاستيك وجواهم البارافين مليانين, واحطه على الكولد ريفريجريتور ده 30 دقيقة كده لحد ما ايه يمسك مع بعض. Then when completely solidified,
I can pull out the paraffin block from the metal mold. أشيل بقى بعد ما يخلص البارافين يمسك كويس، أشيل أفك المولد تاني، يبتدي الإيه ال التيشو بارافين بلوك يطلع من المولد اللي هو الميتال مولد، ويبقى ماسك في الليبلد كاسيت. تمام. طيب لو أنا عندي مشكلة مع الكاسيتس مثلا، عندي شورتج فيها معينة ومحتاج ان انا اعيد استخدامها، او في عندي مشكلة معينة في الكاسيتس ما اقدرش احطها على المولد او whatever، ازاي اعمل ليبل للبارافين بلوك ده من غير ما يبقى فوقيه كاسيت؟ simply اما باجي بعمل القصة بتاعت اللي هي transferring the tissue that to the cold plate، بحط ورقة برضو labeled اللي هو البنسل برقم العيان او رقم العينة او الhospital number، بحطها في الجنب في الحافة كده بتاعة المولد، وصب فيها البارافين عادي، بس احطها في يعني تبقى على الحافة على طول، بحيث ان البارافين يمسكها وفي نفس الوقت تبقى ظهرالي اقدر اقراها، ما تبقاش جوه البارافين نفسه يبقى مخبيها، لا بتبقى بره. فبالتالي ممكن ده يستخدم كليبلينج لو انا ما عنديش كاسيتات، او عندي مشكلة في الكاسيتات، او عندي شورتج في الكاسيتس او whatever يعني. تمام. البارافين بلوكس دي بقى they can be stored at the room temperature for years. ممكن تستنى خلاص كده انا حولت التيشو بتاعي successfully into تمثال شمع، and I can leave it for years until I use it again. تمام. بالنسبة بقى للorientation دي القصة اللي انا اتكلمت معكم فيها، الorientation some tissue needs a special orientation. يعني ايه orientation؟ يعني I put the tissue in a special position. For example, a tubular structure زي اليوريتر الحالب مثلا، الحالب ده عبارة عن أنبوبة رفيعة، أما باجي باخدها في الكاسيتس أو في التشو كاسيتس أنا بقطعه سلايسز صغيرة، السلايسز دي أما باجي بصبها على بحيث إن هي تكون ترانزفيرس، يعني ده منظر البلوك واليوريتر بصص لي كده، بحيث إن أنا أما أجي أعمل السكيشن بتاعتي أنا بكت فيرتيكالي كده، أما بكت فيرتيكالي كل السكشن ده كله بيبان في السلايد عندي، فبالتالي أنا بيظهر لي في الآخر السكشن بتاعي بالمنظر اللي أنا شايفه ده، كل اللايرز دي باينة والسنتر اللي هو فيه اليومن الفاضي ده بيبقى باين، يبقى أنا كده عملت orientation صح للتوبولار structure. طب لو انا عندي سكين انا بصبها على سيفها عشان كل اللايرز اللي موجوده في السكين تبان. طب لو انا عندي سيست وول فور اكزامبل، السيست وول ده بيبقى جدار رفيع كده لحوالي صله معينه، بروح لفه كده زي السويس رول بحيث انه ايه يتصب على سيفه، وما اجي اقطع فيه اشوف كل اللايرز بتاعت السيست وول ده consists of ايه. لو انا عندي small fragments of tissue بحاول احطها في السنتر بتاع المولد، وفي نفس الوقت تبقى كلها in the same plane، مش تبقى فوق التيشو مكركبة فوق بعضها، لا لازم احطها كلها جنب بعض at the same بلين، بحيث اما اقطع السكشن كل البيسز دي تظهر عندي، مش يبقى في جزء ظاهر عندي وجزء مستخبي جوه البارافين موجود. لو عندي لونج ستراكشر مثلا كور بايوبسي، فاكرين الكور بايوبسي تشو كده داخل من اللي هو متاخد بالوايد نيدل وهو لونج كور بايوبسي كده،
عشان استفيد من اكتر قدر ممكن بحطه diagonally، بستخدم الايه التيشو ببليس ات ان ذا مولد diagonally. تمام. Again here the sectioning of the tissue. This is what we meant by the orientation. I take the tissue samples, then I make the paraffin block to be cut like this. So I need sections from the paraffin block. It enables very thin sections to be cut from the paraffin tissue using a microtome. Then the resulted sections are mounted onto the microscope slides for analysis. And I think we should stop at this point and continue in another lecture. The take-home message from this lecture, الديهايدريشن، خطوة الديهايدريشن لازم نبقى طالعين من المحاضرة دي فاهمين الكونسبت بتاع الديهايدريشن. ديهايدريشن means that the tissue is dehydrated gradually. مهمة جدا ان هي تبقى gradually عشان ما يحصلش اي shrinkage and hardening of the tissue. بنعمله ازاي الديهايدريشن؟ through a series of ascending graded of ethanol. Ascending or increasing grade of ethanol. The emergent time in alcohol must not be prolonged than indicated. وقلنا ان كل معمل بي adjust التايم بتاع الالكحول stations اللي هو بيمرر فيها التيشوز depending على كذا حاجة، نوع الكحول اللي بيستخدمه والoptimization process او optimization process اللي هي احنا مثلا موصوف للتيشو ده تايم معين بنجرب التايم ده، لقينا ان لا التيشو بيطلع ني شوية فبالتالي بنزود مثلا او بنعمل الستيشنز مرتين او الستيشن مثلا بزودها. ممكن الكحول، نوع الكحول اللي بنستخدمه في المعمل ما بيبقاش بيور كفاية او ما بيبقاش بيسموه histological grade فما بيديش نفس الريزلت الكويسة. فدي لازم في اي معمل اول ما بنبتدي نشتغل بنعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن، يعني بنوبتمايز الشغل بتاعنا واكوردنجلي بنحدد التايم المناسب لكل تمرير عندنا. ولكن وي هاف تو كونسيدر ان احنا البرولونجد تايم ان الكحول ده بيعمل اوفر ديهايدريشن، والover dehydration of the tissue مشكلة لأنه بيخلي التيشو hard and brittle. أما نيجي بعد كده نصبه ونقطعه على الميكروسكوب على الميكروتوم بيحصل له بيتفتت لأنه بينشف جدا. مهم جدا برضو not to keep the tissue in hot paraffin longer than برضو indicated. البارافين احنا فاكرين لو قلنا في الخطوة بتاعة الامبيدنج او الانفلتريشن، الانفلتريشن بيتم نتيجة او through ان احنا بنحط التيشو في هوت بارافين. لو تساب اكتر من اللازم التيشو برضو بيحصل له hardening and get brittle. فبالتالي لازم مثلا لو انا بعمل البروسيسنج بتاعي ده اوتوماتيك فلازم ابقى ادجستنج البروجرام بتاع الاوتوماتيك تيشو بروسيسور بحيث ان هو ياخد فقط التايم بتاعه في الهوت بارافين ما يزودش عن كده ابدا. يعني النقطه الثانيه المهمه جدا جدا في الامبيدنج ان دي واحده من الستيشنز اللي ممكن يحصل فيها كونتامينيشن للسبيسمن، ممكن يحصل في الخطوه دي مشكلة اللي هي ايه؟ ان يحصل confusion and mixing of the specimen نتيجة opening of the tissue cassettes more than one tissue cassettes at a time. لو فتحت اكتر من tissue cassette وانت بتصب ممكن يحصل
confusion، ما تبقاش عارف هو انا خدت دي من هنا ولا دي من هنا، and possible mixing of the specimen. Thank you and good luck.